السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن موقع كيدز دوت جو. انقسم هذا الموقع إلى قسمين، القسم الأول يتكون من معلومات عامة، اضحك معنا، قصص وحكايات، دروس تعليمية، ارسم ولون، العب وامرح. ندخل أول شيء على المعلومات العامة، راح نشوف معلومات عامة عن الجغرافيا مثلا، أو عن الطبيعة، أو عن مدن وبلاد، شعوب، رياضية. ندخل مثلا على الرياضية، راح نشوف هني عدة ألعاب رياضية مثل الكاراتيه، الكرة الطائرة، الكرة اللينة. أدخل مثلا عن كرة الطائرة، راح نشوف هني معلومات عامة عن كرة الطائرة. إنسان من خلال قراءتها يمكن يستفيد الطفل عن قوانين اللعبة وهكذا. ومن ثم ننتقل إلى أضحك معنا. انقسم أضحك معنا إلى عدة أقسام، مثل ما أنتم شايفين طرائف مشاهير، نكت منوعة، نوادر جحا، ونكت مصرية، ونكت أردنية، ونكت لبنانية، ومساطيل، ومقالب مضحكة. ندخل مثال على المقالب المضحكة، راح نشوف هني مقالب بين الأطفال، مثل ما أنتم شايفين مقالب بين الأطفال مضحكة ومسلية. ومن ثم ننتقل إلى قصص وحكايات، راح نشوف هني عدة أقسام من القصص مثل قصص خيالية، قصص متحركة، شر أطفال، قصص إسلامية، قصص وطنية. ندخل مثال على قصص خيالية، مثل ما أنتم شايفين عدة قصص خيالية من خلال قراءتها يستمتع الطفل. القطة التي لم تفكر جيدا، الفيل البهلوان، الفيل يريد أن يلعب، والساحر والفأر، وعدة قصص متنوعة يمكن من خلال قراءتها يستفيد الطفل ويستمتع. ومن ثم ننتقل إلى الدروس التعليمية. الدروس التعليمية تفيد الطفل في حل واجباته، في حل دروسه، ومراجعة دروسه اليومية. أول شيء الدروس في الدين، دروس الإنجليزية، دروس التاريخ، دروس العلوم، مهارات يدوية، معلومات عامة، دروس رياضية، رياض الأطفال. بما أن تخصص رياض الأطفال، راح أدخل على رياض الأطفال. راح تشوفون هني عدة أشياء مثل ألوان بالإنجليزي، قصص الحروف الأبجدية، تفيد المعلمة وتفيد الطفل، تفيد المعلمة مثلا في شرحه، وتفيد الطفل في فهم الحروف الأبجدية. مثل عندنا حرف الألف أرنب، وحرف الباء بيت، وهكذا يستفيد الطفل من خلالها فهم الحروف الأبجدية. ثم ننتقل إلى أرسم ولون، راح نشوف هني عدة رسمات يقدر من خلالها يرسم هو أو هو يلون. مثل ما أنتم شايفين هني إحنا نرسم، مثلا طفل يرسم مثلا وردة، يقدر هو يرسم ويدون انزين، أو يقدر مثلا يختار الرسمة ويدون بداخلها، يعني مثلا يختار اللون الأسود يلون، يختار اللون اللي يبي ويقدر يلون على كيفه. ومن ثم ننتقل إلى ألعب وأمرح، راح نشوف عدة ألعاب مسلية من خلالها يقدر يستمتع الطفل ويضيع وقت فراغه، مثل ألعاب القتال، الألغاز، ألعاب رياضية، الألعاب أطفال. مثلا نختار هذه ألعاب رياضية، راح تشوفون كرة القدم، كرة السلة، فقرات التزلج، إطعام السمك، يقدر من خلاله يلعب ويستفيد الطفل. ومن ثم ننتقل إلى القسم الثاني، مثل ما أنتم شايفينه ألبوم الصور ومطبخ الطفل، برامج الأطفال، الطفل والصحة، صور وتعليق، منوعات، عروض، اختبار. نختار ألبوم الصور، راح تشوفون هني عدة دول مثل ما أنتم شايفين، عدة دول مثل الإمارات، العراق، اليمن، سوريا، لبنان. نختار مثلا دولة الكويت، راح تشوفون صور أطفال دولة الكويت مثل دينا، أمينة، حيدر، وهكذا.
ثم ننتقل إلى مطبخ الأطفال. طبعا مثل ما أنتم شايفين هني أكلات من خلالها مطبخ الأطفال، حلويات، المعجنات والفطائر، أكلات رمضانية، أطباق رئيسية. وايد حلو إنه يستفيد الطفل ويتعلم ويعلم أمه مثل أكلات رمضانية. بما إحنا داشين شهر رمضان فنشوف أكلات رمضانية، مثلا عندنا فطيرة اللوز بالتمر، يقدر الطفل يدش من خلالها يشوف الصورة والمقادير ويقدر يساعد أمه ويطبقها في البيت. وايد راح يستمتع الطفل خصوصا البنات. من ثم ينتقل الطفل والصحة. طبعا مثل ما انتم شايفين امراض الاطفال، مراحل نمو الاطفال، راح يتعلم وايد الطفل من مثلا مراحل نمو الاطفال، تغذية الطفل مثلا، يشوف شنو الاكل الصحي لازم، التفاح مثلا يقدر يقرأ عن التفاح او فوائد الكيوي. وايد حلو. صور وتعليق، مثلا راح يشوف اني هذه صورة، هذه هي صورة، وراح يشوف التعليق مثلا المكتوب تحت الصورة تشرح للأم مثلا وايد حلو، أو تقرأ له قصة وكذا. من ثم ننتقل إلى المنوعات. طبعا هني في وايد منوعات، أناشيد الأطفال، فيديو الكرتون، شخصيات الكرتون، القرآن الكريم ممكن من خلاله يقدر يقرأ القرآن الكريم وهكذا. ومن ثم ننتقل إلى العروض. يعني يعرض لنا شيء واختبار، وهذا هو اختبار يشوف الأشياء اللي. وشكراً.